طبعا السيارة يبدو أن السيارة تعطلت، يعني حصل عطل للسيارة. هذا تقريبا هو السبب الرئيسي في ما حصل في الحادثة. ثم غادر السودان تقريبا في شهر 8 تقريبا، تقريبا حوالي يعني 6 شهور من الآن، لكن تم البلاغ عليهم في فترة ما، يعني قبل مش عارف شهرين أو 3 شهور. وجدنا أن طبعا نفاذ الماء عندهم انتزعوا المياه السيارة المبرد للسيارة في فترة كانت الحرارة مرتفعة جدا في عز الصيف. يعني وجدنا كل ركاب السيارة يعني متوفين، انتشلنا 8 جثث من الموقع. لازال هناك حوالي تقريبا 6 جثث مفقودة لم يتم العثور عليهم إلى حد الآن، ربما يكون تحت الكثة الرملية أو ربما يكون غادر المكان يعني مشيا على رجليهم.